أتلانتا الدور الإيطالي السيري أي الجولة 37، وشاهدنا كيفاش أتلانتا يفوز على بارما في ميدانه بهدفين لصفر. وشاهدنا كيفاش وين نقولوا أتلانتا وين قلب الطاولة على بارما في الشوط الثاني، نقولوا في الشوط الثاني في ظرف قصير. وشنا روسلان الذي عدل النتيجة في الدقيقة 70، أليخاندرو الذي أضاف الهدف في الدقيقة الهدف الفوز في الدقيقة 84. شنا كيفاش ديان اللي كان في الشوط الأول وين بارما خرج فائز بهدف لصفر في الدقيقة 43. يعني كانت بارما نقولوا بلي اليوم مدرب روبرتو اللي دخل بخطة تاع المدرب تاع بارما اللي دخل بخطة 4-3-3. شنا جان بيرو اللي دخل بخطة 3-4-1-2. يعني كانت نقولوا بلي هذا الفوز يعود خاصة للحارس جوليان اللي انقذ المرمى تاعو في الشوط الاول. شنا كيفاش ماتياس، شنا كيفاش تيمون، شنا مارتين، شنا ريمو، روبن، يعني نقولوا زاباتا، بيرات، شنا هانيز، شنا روسلان مسجل الهدف التعادل، شنا اندريان، شنا لويس. يعني كانت المباراه وين كانت شيقه. شاهدنا كيفاش كانوا اهداف، شاهدنا كيفاش كانت نقولوا باللي الشوط الثاني اتلانتا عرف الظرف قصير، ونقولوا ظرف قصير عرف كيفاش رغم ان السنة 55% نسبه استحواذ اتلانتا، 438 تمريره لاتلانتا، 299 تمريره بارما، 45% نسبه استحواذ البارما. يعني نقولوا باللي بارما اليوم الشوط الاول وين ضيع فوز في الشوط الاول، الشوط الثاني كان شوط في الشوط الاول كان بارما، الشوط الثاني كان اتلانتا، وين اتلانتا وين عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش يعدل النتيجه ويسجل الهدف الثاني. رغم ان شاهدنا كيفاش ماتيو من جانب بارما، شنا ماتين، شنا بيرمان، شنا ريكاردو، جوري، شنا جيمس، شنا انطونيو، شنا ديان، شنا كواس، شنا سيموني، شنا جوسيبي، يعني لوكا. رغم ذلك لكن شاهدنا كيفاش بارما اتلانتا وين نقولوا باللي الجوله 37 وين بارما هدف، اتلانتا هدفين، الدور الايطالي السيري اي. سعيد.